ده النورما بيزاليز البوستيرور بارت، فاللي هي ادي الفورامين ماجنم وادي الجزء اللي هو خلف الفورامين ماجنم. بس هنا نفتكر ده الماستويد بروسيس وده الماستويد بروسيس. طبعا هتلاقي هنا ده الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرانس، حضراتكم فاكرين كان بيطلع هنا لاين اهو اسمه سوبيرو نيوكال لاين، ده سوبيرو نيوكال لاين وده انفيرو نيوكال لاين وده انفيرو نيوكال لاين وده الاكسترنال اوكسيبيتال كريست. هنا ما بين السوبيرو نيوكال لاين والانفيرو نيوكال لاين بلاقي اتنين مصر، ادي واحده ايه اسمها تنمره خمسه اللي اسمها سيمي سبايناليس كابيتاس، ونمرة ستة دي اسمها سوبيرو اوبليك. يبقى ما بين سوبيرو نيوكال لاين والانفيرو نيوكال لاين في سيمي سبايناليس كابيتاس وسوبيرو ايه اوبليك. تحت ما بين الانفيرو نيوكال لاين او تحت الانفيرو نيوكال لاين في اتنين مصر، واحدة اسمها ريكتاس كابيتاس بوستيرو مينور ودي ريكتاس كابيتاس بوستيرو ميجر. هتقول لي مصر دي ما سمعناش عليهم، دول لا دول في الديب ماسلز اوف ذا باك، في البوست في الفورس لاير اوف ذا ماسلز اوف ذا باك في السكال، هذين في السكال، ودول بيعملوا لي باوندريز في تراينجل اسمه سب اوكسيبيتال تراينجل. يبقى نرجع تاني للجزء ده اللي هو البوستيرو بارت اوف ذا نورما بيزاليس، ده الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرانس، ده الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، ده سوبيرو نيوكال لاين، ده انفيرو نيوكال لاين. لو طلعنا فوق كده ممكن نلاقي هنا ده الهايست نيوكال ايه لاين اللي كان بيمسك فيها الاوكسيبيتال بيلي بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليز مثلا. المنظر اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده الاكسترنال، ده الفورامين ماجنم اهو، وده الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرانس، وده الاكسترنال اوكسيبيتال كريست، وهنا المفروض في فوق ده سوبيرو نيوكال لاين وتحت هنا انفيرو نيوكال لاين، وهنا برضو سوبيرو نيوكال لاين، وتحت هنا ده الجزء ده اللي بنديله اسم بيسموه انفيرو نيوكال لاين، ودي كل دي على بعضها اسمها ايه فورامين ماجنم، وده ماستويد بروسيس، وهنا كمان ماستويد بروسيس.